شركة قطر لنقل الغاز ناقلات توقع هذا الأسبوع اتفاقية تستلم بموجبها ناقلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من شركة شيل انترناشونال للتجارة. طبعا هذه الناقلة سوف تكون واحدة من 4 ناقلات سوف تعهد إدارتها لشركة ناقلات. الشركة تمتلك 62 ناقلة تذهب بالغاز القطري إلى قارات العالم الأربع المقدر ب 77 مليون طن سنويا. نستمع لما قاله السيد عبد الله السليطي وهو الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات. اليوم راح نستلم أول سفينة لإدارتها. طبعا السفينة هذه تم تسليمها من خلال سنة 2006، وكانت عملية التشغيل تتم من خلال شركة شيل. الحمد لله اليوم راح تتم العملية من شركة ناقلات في دولة قطر، وهذا اللي احنا نطمح له، وهذا الهدف الأساسي اللي بنت عليه الشركة، مش أن هي تملك فقط لكن تملك وتدير، ويعتبر أسطول شركة ناقلات من أكبر أساطيل في العالم لنقل الغاز. ومهم بالنسبة لنا أن تتم العملية الفنية والتقنية من مكتب الشركة في دولة قطر. الأسطول 62 ناقلة حاليا، ما هو المستهدف مع استكمال نقل إدارة هذه السفن؟ طبعا حنا نقل إدارة السفن تركيزنا على السفن اللي تملكها شركة ناقلات 100%، وهي 25 سفينة واللي تشغلها شل في الوقت الحالي. وراح تتم عملية النقل خلال مراحل، أخذين في الاعتبار الصيانة الدورية وأمور كثيرة، على أساس أن احنا تكون عملية النقل عملية سلسة وهدف أساسي أن تتم العملية في بطريقة يعني تضمن لمؤجر السفينة الكفاءة والجودة العالية بعد مرحلة الانتقال، وهذا شيء احنا حاطينه في الاعتبار، وعشان كذا راح تكون عملية الانتقال على مراحل إن شاء الله. أسأل أيضا، أنتم تلتزمون بعقود طويلة الأجل مع كل من قطر غاز ورأس غاز، بالتالي أي تطوير فيما يتعلق بخطوط إنتاجه هل يستلزم بالضرورة رفع عدد الأسطول أو ربما استئجار سفن في مرحلة ما؟ طبعا هذه السفن موجوده حاليا، احنا ما زدنا عدد السفن. طبعا انتقال الاداره الفنيه من شركه شيل الى شركه ناقلات طبعا يتطلب تعاون مع شركه قطر غاز وراس غاز، والحمد لله يعني الاخوان في قطر غاز وفي راس غاز يعني سبب رئيسي في عمليه النجاح هذه. وبالنسبه لنا احنا المهم أن عملية الجودة والكفاءة والسلامة في عملية نقل الغاز تستمر بعد انتقال الإدارة الفنية من شركة شيل إلى شركة ناقلات. جاء في البيان الصحفي الصادر عن الشركة بعد الإعلان عن بياناتها المالية أنه تباطؤ النمو في الشركة تقريبا 2% في صافي الأرباح، جزء منه مرد إلى تباطؤ النشاط التشغيلي في قضية بناء وإصلاح السفن في الحوض الجاف. مدى مساهمة الحوض الجاف في الإيرادات الأرباح هذه الشركة، وما هي خطة الشركة لتعظيم الأرباح والإيرادات؟ طبعا الحوض الجاف مشروع أساسي ورئيسي في شركة ناقلات. طبعا حنا شفنا في الأسواق العالمية مش حوض شركة ناقلات تأثر كبير في صناعة السفن وفي صيانة السفن بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن الحمد لله نحن نتأمل إن شاء الله أن يكون المستقبل مشرق في جهود كبيرة لتخطي المرحلة الصعبة هذه، وهذه مرحلة تمر فيها جميع الأحواض سواء كانت في المنطقة أو العالمية.